السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالج نفسك من السحر والحسد في 5 خطوات سهلة وانت في بيتك. أولا اقرأ سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة البقرة أن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة ما يقدروش عليها. رقم 2، اقرأ في كل ليلة آخر 2 من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من قرأ آخر 2 في من سورة البقرة في ليلة كفتاه. رقم 3، لما تحب تنام وانت على الفراش اقرأ آية الكرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من آوى إلى فراشه فقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حفيظ. رقم 4، إنك ترقي نفسك دائما وأولادك بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، لأنها نزلت أصلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الغرض. رقم 5، أنك تأتي بعسل نحل يكون كويس ونوع كويس وطبيعي، وتقرأ عليه آيات الرقية، ودي سهل أنك توصلها على الإنترنت أو غيره، وتأخذ ملعقة من الصبح على الريق من هذا العسل المقروء، وبإذن الله سبحانه وتعالى لن يصيبك سحر ولا حسد بإذن الله عز وجل. وأوصيك ألا تترك صلاة الفجر، لأن النبي قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني ربنا يحفظه من الحسد والسحر والكلام ده. اللهم من نشر هذا المقطع فلا يصيبه سحر ولا حسد في نفسه ولا ماله ولا أهله يا رب العالمين. لا تتكاسل حتى تصيبك هذه الدعوة. السلام عليكم.